ايه كمان؟ شغل السيسلوج لو انت عندك بقى في المنظومه ديت سيرفر، بس هنا بقى هتعمل سيسلوج سيرفر في كل فرع بقى. احنا هنكتفي يعني بسيسلوج سيرفر في فرع واحد، يعني تعالى نرميه فين؟ نرميه هنا، هو ايه اللي بيصفر ده؟ هعمل هنا ده سيس لوج سيرفر، ده عشان تراقب منه اي تغير يحصل في الشبكة. انا ناوي اديله كام؟ ناوي اديله 51 100 مثلا. طبعا هتديله اي بي ستاتيك، مش هتخليه ياخد فين؟ يبقى ده هخليه 51 150. تمام، نديله بقى ده 192.168.51 150. جيت واي بتاعه 192.168.51 200، والدين اس 4 8. ونشغل عليه خدمة السيس. شفنا احنا في الحقيقة ازاي بنعملها، واروح بقى على سواء السويتشات والراوتر وكله، اقول لهم يا جماعة، اقول لهم ايه بقى؟ اقول لهم انيبل كونفتي لوجينج. اللوجينج بتاعكم تبعتوا نسخة منه ل 192.168 51 100 وكام؟ و50. بص اللي انا عملته ده هاخده هو هو على الراوترات بتاعتي كلها، على الراوتر ده مثلا. اديها واحده ور، وعشان اتاكد ان شغلي صح هريلود. المفترض لما ريلود هيطلب مني باسورد وانا داخل بالكونسول سيسكو، هقول له انيبل هيطلب مني باسورد سيسكو. طب لو جيت اخش من بره من اي جهاز من الاجهزه ديت، يعني مثلا وانا قاعد هنا هقول له انا عايز اتيل نت على 192.168 تلنت. انا عايز اتلنت على مين؟ على الراوتر اللي هو مثلا 51 200. اقول انا عايز اتلنت على 51 200. قال لي اديني يوزر وباسورد، اقول له انا ام كامل. الباسورد ايه؟ الباسورد سيسكو. دخلني اقول له انيبل سيسكو، وصلت كل حاجه كده ايه متامنه تمام، وبقدر ادخل بيوزر وايه وباسورد. مش بس كده، المفترض لو فرضا اللينك ده وقع، رجع اشتغل اللينك ده وقع تاني، او ده وقع رجع اشتغل. تعالى بقى على ده دلوقتي سيسلوج، سجل عنده ان في لينك كذا رقمه كذا وقع واشتغل تاني وهكذا. جاي من مين؟ من 51 200، هو اللي مبلغه بالموضوع ده. اذا اي تغير يحصل هنا الراجل ده مسجل كل كبيره وصغيره. اعمل واحد زيه هنا كمان، واعمل واحد زيه هنا كمان. وصلت؟